عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو النهاردة عبارة عن تحدي، انا ورميساء هنعمل تحدي الضحك. انا هحط نبص لبعض، هنحط بقنا ميه ونبص لبعض، واللي يضحك ياخد من الجلده دي على رجلي. في الاخر بقى ده العقاب. لا مش في الاخر، لا مش في الاخر، احنا هنشرب ميه واللي يخسر يقوم معمول على رجله المفروض. يعني يلا جلدة فيه. اوه يا ريتني ما قلت. حط بس عشان لا اعملي من الناحية التانية عشان دي صعبة. يلا. ما جيتش. ما جيتش. على صوابع. لا لازم تيجي على رجلك. شيلي. واو. هاخد حقي. ماشي يلا يا امي. كمان تاني يعني انت عايزه الخير. يلا على فكرة انت بتغشي، انت بتحولي ليا كده وبتعمل حاجات في وشي. ما هو لازم عشان نضحك التاني. يلا شوف رجلك عشان يشوف. لا يلا لا ارفع ارفع كده. ايه لابسة اسمي داخل على جنبي. يلا 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 تقول قوي امل. اوه رجلها وقعتني.
بس كده. يلا يلا. دوري كده خلاص. كده نكون نهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس. فيديو قصير بس انتظر مننا الجديد الشديد والجهد والعسل يعني. يلا مع السلامة. اشوفكوا على خير.